لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا تسعيره طارت بالشوط الرئيسي للحقائق البكار بن بخيت يستاهل عبد الله بن جار الله بن بخيت هذا الناموس يستاهل بو بخيت هذا الفوز يستاهل بو بخيت انتزاع الشوط الرئيسي سلام يا عبد الله بن جار الله بن بخيت سلام سلام يا الطياره سلام تهانينا تهانينا وطارت الطياره محمد بن عبد الله بن بخيت تستاهل فوز الطيارة اللي طارت بشوط الحقائق وناموس الشوط الرئيسي تستاهل خير يا أبو بريك والله يطول عمرك وش سلالة الطيارة؟ سلالتها بيها ولد الذباح بعير بن ربيع العجمي وامها على شكلها ما شاء الله تبارك الله ايش انجازاتها قبل الليلة؟ حصل على الشوط الأول الرئيسي المملكة العربية السعودية في ميدان حايل قبل نعم مجبت بكرة السوق الحمد لله على التوفيق الشوط الليلة كيف كأول مشاركة لها في الشحانية؟ أول دخول لها في الشحانية هنا نعم متى واصلة كم صار لها؟ تقريبا حول نصف شهر كذا وجهزت البكرة الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين نعم وكيف كان مسار البكرة في الشوط الليلة؟ البكرة الليلة قاتلت بكل قوة استطاعت انتزاع الشوط البكرة قامت آخر واحدة والله يبارك فيها تجاوزت الحلال عند آخر الأمتار الله يبارك نعم الحمد لله الله يوفقك يا ابو بخيت هذا الفوز والناموس اللي تهدي اهديه طال عمرك الى الوالد داعم العزبه الى محبين هذا الشعر يضل الله وجهك يا ابو عبد الله جعلنا مستدعين شكرا جزيلا وجهك مرحبا بك مرحبا دارنا اللي معك